Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arif hukum. Ismi alai nariyah. Min fasli thalith ba. Min kismi lawat dan arabiyah. Wa adabiha. Al-yawmul al-arabiyah. Al-lughat al-arabiyah. Sya'nun khasin. Walaha rawnakum khasin. Fi iqa'iha wa rawniha. Wa awalu dhalika kalamullah ta'ala. Yawakilu hasanun. وقد كان لها دور رياضي على أسور بما تحمله من دراسة وثقافة ومبادئ وكيام وقد تمر اللغة العربية بمحطة لا تكون فيها في السابقة غير أن الذي يغمر لها البقاء ويحفظ لها المكانة صحة قوانينها وجمال أقوائها وقولها اللغة العربية القرآن الكريم. اللغة العربية هي اللغة الرسمية ل 26 دولة. تحتل اللغة العربية الرابعة في ترتيب اللغات في العالم. اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تحتوي على حرف الطاء. اللغة العربية تحتوي على 28 حرفا مغيرة، يعني من الألف حتى ياء. الألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء وغير ذلك. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ض ط ز عين غين ف قف كاف لام ميم نون واو ها لام ألف حمزة ياء. اللغة العربية هي التواصل الحصري، هي الشعار هذا العام وكواصلة الانتقال ولازمها السلام. اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. اليوم ميلادي يعني في التاريخ 18 من ديسمبر. يوم ميلادك اللغة العربية. جزيل الشكر على اهتمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.